والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار اقتصاد مع شروق عماد. شروق، شكرا لكما سحر ومحمد، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. نفت رئاسة مجلس الوزراء صحة منشور في حسابات شخصية تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية. وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع أو صاحبه أو ماهية إنتاجه، مشيرا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية. وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثم فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورا بمذكرة لهذه الوحدة للعمل على حلها، مناشدا المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر. افتتح محافظ الغربية طارق رحمي معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الزيات، ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك لما يشهده من تخفيضات في الأسعار مقارنة بالأسعار الموجودة في المحال التجارية. وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بإنشاء 15 معرضا ضمن معارض أهلا رمضان داخل كافة المدن والأحياء، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، مشيرا إلى الاستعداد لافتتاح عدد آخر من تلك المنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين. ومع بدء صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر مارس، يشهد معرض أهلا رمضان بمحافظة الفيوم إقبالا كبيرا، ويتزايد الإقبال على المعرض في ظل توفيره مختلف السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. إقبال كثيف شهده معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم مع بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس، ويشهد المعرض طرح العديد من السلع الاستراتيجية والأساسية، من بينها دجاج مجمد بأسعار مخفضة. انخفاض كبير في الأسعار شهدته معارض أهلا رمضان، إلى جانب توافر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات كبيرة. أنا جاي أشتري حاجة رمضان من هنا، رز واشتري زيت وسمنة ورز وسكر، وأسعار حلوة. بنشكر فخامة رئيس الجمهورية على معرض أهلا رمضان اللي وفر كل السلع رخيصة وبأسعار أقل من السوق بكتير جدا. احنا لقينا هنا الزيت والسكر وكل السلع اللي بره غالية، لقيناها هنا بأرخص الأثمان. أنا هنا الحاجة كويسة ورخيصة وكل حاجة موجودة. خفض الأسعار هنا، الأسعار هنا الفراخ رخيصة والزيت والسكر، فجينا المصرية الأسعار أرخص من بره بكتير. أسعار السلع التموينية تشهد ثباتاً على البطاقات لشهر مارس الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، ويأتي ذلك وسط حملات مستمرة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع ومنع التلاعب في الأسعار بمعارض أهلاً رمضان. في أسواق البترول العالمية، تعافت أسعار النفط من موجة بيع قصيرة لترتفع دولاراً للبرميل، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط. وارتفعت العقود الآجلة خام برنت بنسبة 1.3% لتبلغ عند تسوية 85.83 دولار للبرميل. جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.9%. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.34% لتصل إلى 2.9 دولار للتر. كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.82% لتسجل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة تويتر سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر، ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 من أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر. نهاية جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى سحر ومحمد، إليكما. شكرا لك شروق عماد.